كاب اف ام الكلمة ليك كابوتشينو الانترفيو صباح النور، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو. توا 9:06 برشا عباد عريت صدورها الكرتوش وقالت حرية كرامة وطنية. برشا منهم استشهدوا، برشا منهم تجرحوا. يظهر اللي استشهدوا ندموا انهم استشهدوا اليوم، واللي جرحوا كيف كيف قاعدين يعيشوا احياء شهداء ما بيناتنا، على خاطر حكومات الفشل الخمسة ولا الستة خلينا نقولوا ما اعطتهمش الحق نتاعهم. برشا منهم قاعدين يتعذبوا، برشا منهم فدوا من البلاد، وعلى قد ما كانوا يحبوا البلاد اليوم ولاو يمقطوا البلاد ويكرهوا البلاد ويهجوا من البلاد، تو سامبلومون على خاطر تونس للاسف جاحده مع اولادها، ولا هكا الحكام الجدد لتونس ولاو يحبوا يظهروا تصويره البلاد. من الناس هذوما جهاد اللي كحاله الدنيا في عينيه، وقال كرهت تونس وكفرت بهذا الوطن، ومشى للمغرب الشقيق، مشى على خاطر تجرح في الثورة، وعلى خاطر ما لقاش شكون يسمعه، ما لقاش شكون يداويه. يقول لعل وعسى نلقى في المغرب ظالتي، وأبحث عن ظالتي ونلقى شكون يداويني ونلقى صدر الحنين في بلاد شقيقة، على خاطر أمي تونس هي رفضتني. جهاد يحكي لنا اليوم على حكايته. جهاد مرحبا بك. نعاودوا نتصلوا بجهاد، شفت حسست روحي. علما انه جهاد هو اسمه جهاد بن رفيق بن محمد المبروك، مولود في المهدية عام 87، وتمت محاكمته في تونس بعد الثورة الأولى، الأزرار عمد بملك الغير والدخول لمحل الغير ليلا دون إرادة صاحبه وغيره، هو هذه وقفة عملوها وقتها في متلولة بتاع الثورة. والثانية تيان تو بيان صارت له محاكمة زادة يا با لونتون، هنا معناها المسألة ما زالت كيصدر فيها حكم عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطني، هذه زادت حاكم فيها العام اللي فات في 2 جانفي 2013، جلت هذه حكم عليه بمدة شهر سجن، والحفل الأخرى عنده فيها. دونك جهاد توا طلب اللجوء السياسي موجود في المغرب، راح نطلبوا فيه في الرباط. يظهر في الرباط سختن موها وتليفون جهاد نورمالمون يعاودوا يتصلوا بي. الو جهاد، جهاد جهاد صباح الخير. مرحبا بك جهاد على كاب اف ام. مرحبا بكم جهاد، كانت تفصل لنا الوضعيه نتاعك، انت من جرحى الثوره موجود الان في المغرب، سمعنا وانك طالب باللجوء السياسي، علاش وكيفاش؟ وفات انا في المغرب، انا كسفتي كجارح ثوره وكل شيء، انا في المغرب عندي من 27 فيفري، وكنت تنقلت للمغرب على خاطر صارت لي نوع من تلفيق قضية وحكموا عليا، معناتها فيها بحبس وكل شيء، وما فيها وأوراق القضية كل تثبت لي. أنت عندك زوز قضايا، واحدة هذيك نتاع الأفضل الملك الغير اللي سماها، وقضية عدم أداء الخدمة العسكرية، هذه اللي سمعت اللي شفتها. وزوز محكوم فيهم بالحبس. واحدة 3 شهور وواحدة شهر يظهر لك. اي واحدة 3 شهور وواحدة شهر. بالنسبة لنتاع 3 شهور وقت اللي تحكمت فيها شهر، معناتها انه ثم عملت فيها الاستئناف وكل شيء، وجاني استدعاء. وقت اللي مشيت لمحكمة الاستئناف نتاع المستير بعد الجلسة، اكتشف المحامي نتاعي شرف الدين والمحامي الاخر اكتشفوا لي الدوسي نتاع الاستئناف مش موجود في المحكمة، ولي انا معناتها في نظر نتاع المحكمة والقاضي مانيش عامل الاستئناف وقابض الحكم. يعني انتم الاستاذ المحامي قام بالاستئناف، لكن مستندات الاستئناف ما وصلتش، او عمليه الاستئناف كلها ما وصلتش. اي حاجه كما هكا، على خاطر وصلني انا الاستدعاء ولقيت اسم موجود في اللائحه نتاع المتهمين هذا المحكمه، مي وقت اللي دخل المحامي مش يشوف الدوسي نتاعي ما لقاهوش، ولقى ما فماش كومبليتمون دوسي، وهذيك الحاجه الغريبه. فهمتني؟ يعني انت يعني ناديت لك محكمه الاستئناف، دونك الدوسي نتاعك تقدم الاستئناف نتاعك. ايه هي النيابه العموميه في البرانسيب قدمت الاستئناف، خاطر محاميه وقتها ما جاش يعمل الاستئناف نتاع اللي هو احمد المسلمي نتاع رابط حقوق الانسان بالمهديه، وبويسك جاني الاستدعاء وصلني الاستدعاء معناتها في اعداد وكل شيء نتاع المحكمه، ما تعدى لي انا الاستئناف نتاعي. اما كي نوصل انا محكمه الاستئناف وما نلقاش الدوسيه، هي الحاجه البيزار، وين الدوسيه نتاعي نتاع القضيه
وعلاش هو ما ثماش معناتها نهارتها هذيك فهمتني؟ رغم ما كانش عندي حتى حل كان انه المحامين تاعي قالوا لي روح ما تدخلش قاعة الجلسة فهمتني؟ فوالا باهي دونك عندك زوز قضايا ويقولوا كذلك عندك وقع خلاف كبير بينك وبين يمين زغلامي زغلامي. اي في الواقع هي في 2012 صارت وقت احتجاجيه في 2012 قدام الوزاره الاولى جرحى نتاع الثوره وكل شيء ودخلنا عملنا اقتحام وقتها في ساحه القصبه وصارت هذيك قعدنا غادي وكل شيء نطالبوا وقتها بالعلاج اخي جيت يمين الزغلامي وانا مع الناس الكل معناتها قلنا لها ديجاج ما تحكيش معنا خاطر برشا مرات معناتها يقلب علينا كل شيء وهذه الحاجة الواضحة. من بعد طلبتني في التليفون وقالت لي جهاد مبروك كيفاش تقول لي انا ديجاج وانا نعطي عليك دوسيات اللي انت من المساعد وانا مش ندخلك الحب بلا 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 وقالت لي ماكش متربي فهمتني. سكت عليها الحكاية حكيت عليها شوية ومن بعد صارت ايميسيون انا وياها في اكسبريس اف ام مع زهير الجيس وقلت فيها كل شيء ومعناتها واتهمتها طول معناتها بالحاجة هذيا وفي المباشر ومن بعد في الكواليس قالت لي اوكي طنت فيهم وكل شيء فهمتني. باهي توا وضعيتك انت، انت علاش غادرت تونس وعلاش مشيت المغرب وعلاش طالب اللجوء السياسي؟ غاديت على خاطر اول حاجه انا كجهاد مبروك معناتها ما نعرفش انا جوسكا ما عملت حتى عمليه جوسكا ما حبوش يداويوني. انت تغلبت الكرتوشه خدتك من ظهرك يعني؟ دخلت لي مراقبتي وخرجت لي من ظهري وكان تاعي معناتها ديليكات وغاغ على الاخر. في تونس انا نتحرك برشا ونتكلم معناتها على الحق وجيت من العباد اللي ما طلبتش فلوس كون جرحى ثوره قلت لهم ما تعطيونيش الفلوس لا شيء نحب كان نداوي. الوغ ونعرفوا اللي الحكومه التونسيه وقتها ومتاكد منها وعندي ما يثبت انها ما تحب تسكت جرحى الثوره وعائلات الشهداء ولا اي انسان يحب يتحرك يكتب فلوس ولا تعطي حبوشه تقول له اسكت فور مومون وكل شيء ويحبوا يشوهوا صوره معناتها جرحى الثوره. الحاجه اللي صارت بالرسمي انها تشوهت معناتها بالحكايات هذه انه مع بعض يحب فلوس دي بروفيتور ما يحبوش بلادهم. الوغ ما داويتش وجوسكا ماتنو معناتها ومن وقتها جوسكا ماتنو انا ندير معناتها ناخذ في الدواء على حسابي وكل الحكايات هذيك. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي الطريقه اللي يعملوا فيها بها في اونيفو نتاع القضاء معناتها الدوسي كامل فيها اللي انا مظلوم معناتها واللي انا مانيش موجود في البلاصه هذيك ما كريسان تحكم ثلاثه شهور حبس وفي قضيه الجايز هذا كيف كيف نعطيهم الدوسي كامل نتاعي ونعطيهم زاد ورقه من التدريب نتاعهم اللي نتاع العسكر اللي قال عندي بريسك 80% معناتها سقوط في بدني كل معناتها انابت ومالك غيسا يقولوا لي برا مشي روح بعد هذا القاضي يقول لي برا مشي روح لدارك ولدي وانت على راسنا وعيننا ونجيبوا لك ورقه العفاء. بعد ثلاثة شهور نكتشف انه جاتني ورقه استدعاء لشهر حبس لعدم تأديت الخدمه العسكريه. هذا كله ظلم هذا كله الحكايات هذه خلتني اني وين مش نقعد في تونس ما عنديش الاونيفو نتاع الدواء مانيش لاقي حظي معناتها مش نداوي وكل شيء. وثاني حاجه القضيه نتاع ثلاثة شهور هذيا معناتها مش نهبط فيها وش شيء بويسك ثم بروسيدور طويله برشا مش تصير انه نكتشف شكون هز الدوسي باش نجم نعاود استئناف من جديد معناتها ما نجمش انا مش نقعد في بلادي وش شيء ومش نشد الحبس. اوكي ندخل نشد ثلاثة شهور حبس حتى صحيه ما تسمحليش وثاني حاجه تنجم تخلط عليا قضيه الجيش وتنجم يمين الزغلامي كيف كيف تخلط عليا باي حكايه قضيه تسلب ولا حاجه. الو هذه اللي خلاني انا بعد من تونس. وحاجه اخرى طلب اللجوء السياسي هي الحاله نتاعي اللي ما لقيت فيها حتى حل تخليني اني ننتج اني نطلب لجوء سياسي من اي دوله اخرى تمشي ما تشوف كيفاش تداويني ما دام الدوله نتاعي اللي برشا عباد عطاوها دم وبرشا عباد خرجوا وتحركوا وتكلموا ما داوتنيش والا ما عطتش الحريه للعباد وما عطتش الحريه لحد احد. جهاد انت توا عندك ظروف ماديه تنجم تداوي بها في المغرب انت توا؟ لا انا ملي جيت المغرب مانيش ناخذ لا في دواء لا في حد شيء. باهي هل اتصلت بالسفاره التونسيه في المغرب في الرباط؟
لا ما اتصلتش بها. يعني ما يمكن القضيه نتاعك تتطرح على السيد وزير الخارجيه، السيد رئيس الحكومه، انت حاله نتاع جريح من جرحى الثوره، اسمك مدرج في القوائم، وفي حاله توا سامحني نقول لك معناها تشرد في 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 بلاد شقيقه لما حاله، لكن ماكش في بلادك وظروفك الماديه مش باهيه، هل تقبل انك معناها الدوله التونسيه تاخذ بيدك ويتصلح ما يمكن تصليحه من الوضع الماساوي اللي انت عايشه توا؟ أنا ما عندي حتى مشكلة، ما ثم حاجة يزمك تعرفها، إنه كرئيس حكومة ولا رئيس دولة ولا حد معناتها مش تكلموا، باهي مش نرجع لتونس اسكو مش يداويوني معناتها، سيرتو إنهم الطب نتاع تونس قالوا إن الحالة نتاع جهاد ما نجموهاش وكل شيء، وثاني حاجة اسكو معناتها صراع عنده أكثر من 3 سنين مش يتنحى في كلمة من رئيس حكومة ينجم فهم إرادة سياسية اليوم جهاد لو كان توفر إرادة سياسية ينجموا يداويوك، نجموا يبعثوك لبرا لفرنسا ولا ايوغ، نجموا الداوي وكيف كيف اليوم نجموا نلقاو حل قانوني، الحل مش في الهروب، انت المفروض انه في بلدان ديمقراطيه سفيان يوسموهم هذوما جرحى الثوره في اليوم هذوما اولادنا وهذوما عراي وزورهم الكرتون اولاد صغار في وقت الديكتاتوريه مستقبله قدامه يعني مولود عام 87 اي 26 سنه اليوم ما شاء الله معناها ما يقعدش هكاك مشرد ولا يمشي ولا عائلته اهله وكره وغيره قرايته خدمته مستقبله حياته معناها هذا الكل نداء معناها للطبقه السياسيه التونسيه وبرشا محامين هم قاعدين يتفاعلوا معنا معناها توا شاب صغير حتى كان نفترضوا سيدي غلطت يعاتش بيه هو هذا جريح وكما انا شفت حتى الصور وشفت البورتاليات يعني عنده كرتوشه لو دخلت في لقبته خرجت من ظهره معناها اي ما تثور غيره يعني ناخذوا بيد الشاب هذا ونحاولوا نلقاو حلول اما ما مش معقول اشاره خايبه انه احنا كثوره مبنيه على الكرامه والعزه والديمقراطيه وكلمة الإنسان وأنه شاب من شبابنا اللي بفضله هو تبدل الأمور نلقاوه يطلب في المفروض هكا أنا نطلب من المحامين اللي قاعدين هم قاعدين يتفاعلوا معنا على كل حال أنهم ياخذوا بعين النظر وماذا بينا اليوم إنيسياتيف تكون الشان ناسيونال خاطر هذه قضية راهي عام في نهاية الأمر والراجل هاو كان يحكي لنا معناها وظاهر فمش إنسان يقول لك ما يلزمه على المر كان يمر منه جهاد معنا ما زلت اي معكم اي جهاد انت اشتراع معناها الديسيزيون تاعك هذه نقطة لا رجعة تطلب اللجوء ما عادش ولا انت بلادك انت اولى بيك معناها انت ولد مهدية ولتونس ولد حل معناتها اي ولد مهدية ولتونس ما كان نلقى حل ونيفو ان بلادي هي اللي مش خارج مش تداويني لبرا ولا حكاية وانما معناتها حاجة أخرى يعني القضية هذه القضايا هذوما اللي عندي معناتها اللي هما بالرسم يضحكوا معناتها سيرتو كان نشوفوا ملف القضية عند استشارة الدين اللي فيه ما يثبت معناتها ضدي وتشوفوا زاد القضية نتاع الجيش وكل الحكايات هذيك نزيد نقول أنا باهي أوكي يعني مش نرجع أوكي نزيدني حاجة أخرى سيرتو أني أبار أني جريح ثورة الحاجة ما نحبش نقولها برشا وما نحبش نستعرف بها الكلمة هذه كجريح ثورة أنا راني كنت نتحرك بحثو مع الجمعيات ومع الناس ومع ليزاكتيفيست وكل شيء ومن قبل كنت نتحرك معاهم وفي أي بلاصة نمشيو وكنا معناتها نعمل ليزاكتيفيتي معناتها مع منظمات حقوق الإنسان ومع الأمنستي وكل شيء كلمتهم واتصلت بهم من قبل ما نخرج من تونس وما ثم حتى حد معناتها وقف وما ثم حتى حد قال لي أوكي نشوف إيش نعمل وما ثم حتى إنسان وقف معايا وانت ما حدا احنا انتوكا جهاد وقت يسمعنا بالوضعيه هذه نتاعك بنتول تحركنا واتصلنا بكم من البارح وكان انا في اتصال بكم مع اطراف اخرى في تونس وقلنا لك ناخذوك ونحاولوا نحسوا بالوضعيه نتاعك لانه ما كناش نظنوا انه توصل لهالدرجه هذه ويوصل جريح ثوره يطلب في رجوع سياسي في دوله ولو شقيقه معناها حاجه مش معقوله ان توتي تاكوز قطع نظر الاحكام فيها اجراءات تقاضي وثم التماسات نظر حتى في الاحكام البتة وقت تبدا ثم عناصر اجرائيه مخله ولا غيره، ان توكا احنا ننصحوك تمشي للسفاره التونسيه. فهمتني؟ تعلن على الحاله نتاعك اذا كان عندك معونه تاخذها ويقع ترتيب كذلك مع المسؤولين في التوانسه، انت تونسي ومن واجب اي مسؤول في الحكومه التونسيه وزاره الخارجيه رئيس الحكومه وغيره باش ياخذوا بيدك انت وباش يشوفوا الوضعيه هذه، مش معقول انه جريح ثوره تونسي نتاع ثوره الكرامه الكبيره اللي قلبت العالم اجمع باش يمشي يطلب رجوع سياسي لبلد خاطر ما بقاش يكون يداوي. ولا محل هرسه او احكام وغيره ولا هو بيان سور معناتها كي مش كلمهم مش يقولوا لي بيان سور جهاد اجا وانت على راسنا وعينا ونعاونوك كل شيء خاطر توا ما نساوش اللي هي كيف ما قال معناتها ثم اراده سياسيه زاد ثم اراده ثم قرب الانتخابات وعباد قالت عملت حملات انتخابيه وكل شيء نعرف الشيء هذا موجود ومش يكون انا بالنسبه لي اوكي معناتها عندي محاميه مش يمشي يشوف مش يمشي يحكي معاهم مش يمشي يشوف شنو اللي نجموا يعملوه
من انسان معناتها فد ولقاه كان كل مره معناتها نلقى اتاك مع عندهم كل مره نلقى حكايه معناتها يشوف شنو نجم يصير. الشيء اللي خلاني نخرج من بلادي اللي انا محروق اني خرجت منها بالطريقه ذيك هو الظلم اللي صار فيا انا وهو معناتها عمليه اللامبالاه اللي صارت والضرب الكبير معناتها اللي صار فهمتني. معناتها بالنسبه لي مش نمشي للسفاره التونسيه اوكي نمشي للسفاره التونسيه اما انا انسان الحبس ما ندخلوش ولا نهار ومش باش ندخل ولا نهار الحبس معناتها حتى كان رجعوني هما قالوا لي ايه مش ترجع وكل شيء فهمتني. وبالنسبه للجمعيات والمجتمع المدني وكل شيء الحاجه هذه مش باش نسكت عليها سيختو انهم يعرفوني ويعرفوا حكايتي وكل شيء وحتى حد بربي جهاد هيت نذكر المستمعين احنا الحكايه نتاعك ذكرنا وين تجرحت جهاد وكيفاش وقداش ولا نهار في فيفري 2011 في القصبة 2 16 فيفري 2011 في سونتر فيل وقت بحث الجيش وكان معناتها قناص ضربني والجيش عزله وما تحركش كي شافني معناتها مش تضرب كل شيء وكانت مظاهرة معناتها عادية في جمعة الغضب هذيك وتضربت في كاتوشة دخلت مراقبة خرجت من التالي وحتى كي من بعد قمت على سطايا كملت معناتها وما تقطتش كما برشا عباد وقعدت نتحرك كم انا اكتيفيست وكهو فهمتني. توا بالنسبه لوضعيتك قلت ما نجموش يداويها في تونس علاش؟ هو خاطر عندي كغاز على الاخر معناتها حاله نادره عندي عصب معناتها كيفاش يقولوها بالعربي مجهري معناتها يلزم عمليه مجهري والطب في تونس معناتها حبوا معناتها يشوفوا الحاله نتاعي ما لقاوش حتى حل ونيفهم تاع العمليه ديما يقولوا صعيبه على الاخر وماش متعودين عليها لهنا في تونس وكل شيء وجاني معناتها طبيب جبت من فرنسا ووقتها تمت عمليه معناتها مداوات جرح اخرين ما داوانيش انا اللي جبته انا من فرنسا اساس باش يداويني كريستوف برنا وابار سا معناتها جاتني زاد لجنه المانيه وشافتني انا وسيت اونديكابي معناتها نلطف عليهم معناتها نضربوا بالكاتوش وما يتحركوش وكل شيء الوغ من بعد كلمتني السفاره الالمانيه وقالت لي جهز شاز غولونت نتاعك مالكري لي انا نمشي على ساقايا هذه حاجه اخرى زاد كنت تعرفوها وزاد ثم طبيب زاد في الشاف شو اسمه في بيطال القصاب قال لي نعمل لك عمليه مالكري مش متاكد منها مي انا بيان سور ما قبلتش الحكايه هذه كيفاش ما دامها ريسكي الحكايه سختن معه اي وهو سيختو ماهوش متاكد انه مش ينجم يعملها لي ولا مش ينجح حالي العمليه ومالغري سا كبش انه مش عمل العمليه هذه الو هذه طوحي وخرجت من القصاب معناتها برشا حالات سيختو ان كاغاغ هذه معناتها حتى في العالم الكل معناتها الكا بتاعي انه يتمس عصب كيما العصب اللي عندي وفوالا معناتها قاعد نلوج على حل برا نشوف في اي حكايه معناتها نداوي خاطر فريمون معناتها لو جاي على نشوف فيها وهذا اللي انا ما نحكيش عليهم برشا حاجه من حسبها كان انا فهمتني. ولجنه حمايه لجنه جرحى الثوره يعني قطع نظر على يمكن المشاده اللي وقعت بينك وبين يمين الزغلامي معناها الدوسي نتاعك موجود عندهم معناها ثم تريكمون نتاع متابعه متابعة يعني موجود الدوسي نتاعي مي لا ما فماش متابعة سيختو انه بعد الطبيب اللي جاني من فرنسا معناتها وكان جايني معناتها وقال لي باش نعمل لك العملية ومن بعد ما عمليش ما فهمتش شنو الحكاية وكل شيء يمين الزغلابي معناتها ولا حتى في اللجنة هذيك وفي المجلس التأسيسي دار كلام انه جهاد مبروك لا ما عنده حتى وجيعة ويستخايل في مخه ويركز جوست وجيعة في مخه وكها وما عنده حتى شيء مقلقه فهمتني. ديما ناخذ في الزافي نتاع الطب وديما يقولوا لي لازمك تشوف حل وكل شيء وصلوا معناتها انهم يقولوا لا لا هذاك راهو مريض في مخه مهبول ما حاس اعصابه تعبت وكل شيء اي هو حتى معناها الوجاع هي ساعة المخ يحس وجاع هو معناها حتى انسان عنده وجاع في مخه معناها سي ان كا معناها مريض في كل الحالات مريض لا تصور ملي تضربت جوسكا ماتنو ما عملتش حتى عمليه فهمتني ما عملت حتى ترينمون معناتها كل شيء ناخذ فيه بفلوس سي فريمون غراف معناها اللي قاعد تحكي فيه جهاد ان توكا جهاد احلى كابا فام نتمناو القضيه نتاعك نعملوا نداء كذلك للمجتمع المدني التونسي الاحزاب السياسيه للقيادات السياسيه دونك تفضل في كل وقت معناها نتمناو القضيه نتاعك واكيد باش تكون فما ردود فعل ردود فعل نقعدوا باتصال بيك نقعدوا باتصال بيك نشدوا على اياديك نقول لك ماذا بيك ترجع لبلادك المثل يمكن نلقاو له حل صعيب باش نقولوه المثل لما
واكلك واكلك والمال ماشي سدع زيتونه ولا بيه. هما مهما كانت خلافات في الداخل تونس ان شاء الله تاخذ بيدك وان شاء الله تاخذ حقك وان شاء الله احنا نكونوا بلغنا الصوت نتاعك لانه مظلمه حقيقه وانه شاب جارح ثوره يلقى روحه معناها طلب لجوء سياسي في بلاد شقيق. نشكرك برشا جهاد مبروك شكرا ليك صوتك ان شاء الله يكون وصل شكرا ليك تحيه ليك كان هذا جهاد مبروك شويه اخر معادكم يكون مع موجز 9:30 مع اخر الاخبار تكون حاضر مع صفيق سيله. كاب اف ام الكلمه ليك.